قصتي بلشت معهم بال 2009 بلبنان، واليوم بدبي مول بابل رجع لاصحابه من لبنان. بابل رجع تيفتح فرع كتير حلو مودرن مع التاتش القديم اللي احنا معودين عليه. القصه بلشت بدبي ومن هون بلشت تكبر، وان الله راد رح تشوفوها بكتير بلدان بالعالم مش بس بالخليج. بابل اليوم نحن جينا تفرجيكم هالفرع الجديد العظيم اللي كل الامارات عم تحكي فيه. بابل خلينا نسميها ذا كومباك. انا ماني هون تفرجيكم بس احنا الحمص اللي واحد من الاطيب او الاشطب الاشطر اللي من انا وبلشت اكتب ريفيو بحكي عنه اكثر بكثير من هيك. خلينا نبلش بالمطبخ وبعدين بخبركم اكثر. اوه ماي جاد، شو هيدا شو هيدا شو هيدا. خليني اوقف هيك دقيقه تركيز وخبركم عن 70 شخص عم يشتغل جوا. خليني اخبركم عن الخضره اللي شفتها عم تتنظف وحده وحده، البطاطاية اللي بتتغسل بتتنظف بتتقصقص. خليني اخبركم عن البقله اللي عم تنشال وحده وحده وعم تتفقع وحده وحده. البقدونس ما في نص نص وما في مكانات، كله على السكين مثل ما الماما بتعملهم. خليني اخبركم جوا عن الشباب، عن اللحمه، عن الجاسبر اوفن اللي ما كثير بنشوفه مطاعم لبنانيه، عن كواليتي كنترول من هون كواليتي كنترول من لبنان، عن اكزيكوتيف كوربوريت ار ان دي شيف، عن الشيف اللي موجود هون بالبلد يلي شفته جوا ما كتير بشوفه بمطابخ. النظافه الترتيب، واذا عبالكم انتم تشوفون مش ضروري تفوتوا على المطبخ، ما بدي شيء، بتوقفوا برا بالمول ورا الازاز وبتشوفوا كل التفاصيل لانه مطبخهم مفتوح. بلشت قصتنا بالمطبخ، من هونيك رح نفوت دغري على الطاوله، رح تشوفوا رح اقعد مثلي مثل غيري، رح انبسط، رح اتغدى انا وربيع اذا تركت له شيء ياكله، رح فرجيكم وعيشكم الجو اللي انا عشته من 2009، هالمطعم اللي حبيته كثير، يلي كنت ايام اكتب nogarlicandonions.com ريفيوز وريفيو ورا الثاني ورا الثالث ورا الرابع، ولا مره نزلوا تحت 98 على 100. بخبركم اكثر من هيك، خلينا على الطاوله ما كثر عليكم حكي ونبلش نشوف الصحون. عم بتخيل قاعدة هون بس على السنة، بتخيل راس السنة مع الفرقاع مع كل الأجواء اللي بتصير هون. أوف، بابل فتح بدبي مول بأول طابق، The comeback، The renewal، رجع بابل إدارته من لبنان. بابل من بعد ما فتح بلبنان بدبي هذا القصر كتير كبير، قلعت بعلبك، أنتوا فاتين أنتوا طالعين على الأوتوستراد بتشوفوا قلعت بعلبك العظيمة. بابل كفى على عمشيت، one of the best seafood restaurants بلبنان، نزل على بيروت على زيتونة باي، وبابل عم بوسع اكثر واكثر واكثر، وهلا صار عنده هيدا الفرع الاساسي هون بالامارات، وفي غير فروع رح تفتح مش بس هون بس كمان كثير محلات ثانيه بالعالم شوي قريبا. بتعرفوا خلينا نرجع هيك ريوايند، شو هو بابل؟ بابل هو اللي اذا بدكم اخترع صحن الحمص اللي بيجي ثلاثه حد بعضهم ايام زمان بدبي، هو اللي عمل هيدا الدسارة اللي كسر الدنيا اسمه قشطه بالقشطه اللي بوزع قشطه مع قشطه على الوجه. بابل اللي فوت المودرن فرنش كويزين على اللبناني بطريقه كثير حلوه، وبيناتهم رافيولي اللي سميها رافيولي ششبرك وغيره من التفاصيل الصغيره بلا ما نمس بالاساس، بس نعطي هيك مودرن تاتش للاكل اللبناني، نحطه على الطاوله انستغرامبل صور حلوين.
بابل يعني اشهر من ان يعرف. اليوم كثير مبسوط اني افرجيكم واجا اعرفكم هذا المحل الحلو يلي بكل تفصيله، ان كان الديزاين، الديكور، الالوان، الكوريدور الكثير طويل، القناطر الحلوه تفوتكم على بيت لبناني، عندن في بعدين هول الصخور الفاونتن بالنص، شيء روعه من روعات. الجو بالمطبخ بياخد معك شيء بوزيتيف فايبس، الناس كلها مبسوطه عم يشتغلوا، كلهم مبسوطين، كلهم فخورين انهم هن بارت اوف ذيس براند اند يو كان فيل ات. ناطر هلا اقعد على الطاوله ينزل الصحون، جوعان ماكسيمم، وعبالي استلز انبسط، جبت معي كاميرتي صور صحن 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 قبل ما نبلش ندوق ونخبركم عنهم. I'm very excited. بابل تبع لبنان هون بريميوم لوكيشن مع هالمنظر الرائع، وكل اللي قاعدين 99% منهم منو لبنانيين، كل جنسيات العالم مجموعين بهالمحل بهالمطعم. It's breathtaking. اخذهم بالمعلقه وبلش صحن صحن. بتخبركم عن كرياتيفيتي، عن هول الصحون الحلوين المرتبين، عن افكار جديده حلوه بلا مندق بالاساسي اللي هو اكل لبناني. حمص مع كافيار، اخذ الحمص لمحل ثاني كومبليتلي. الحمص اساسا الابيض اللي ما دقينا فيه، بعدين الكبه برزنتيشن على تلج. هون عنا كبه ترتار، ترتار على اللبناني، ارتيتشوكس، اكيد الخضره، الخضره موجوده نحن باكلنا وين ما كان. فيها تكون التبولة، تبولة جديدة للبحر، شريمب مقصوصين صغار، شوية قمح، زيت الزيتون الموجود على الطاولة يلي دايما بيلحقنا وين ما كان، الورق عنب شفتوهم بقلب المطبخ عم ينعملوا واحدة حد التانية، الفتوش مقصوصين صغار كمان، حبوب صغار صغار بالمعلقة أو بالشوكة دغري بيتاكلوا. منبلش من هون ومن هون ومن هون، مكتوب بنقرأ من عنوان ومنبلش دغري بالحمص. حمصات بيض كريمي، مشغولين مظبوط از تكنيكال بارت، خفيف نضاف، طعمه الحامض، طعمه الطحينه، طعمه الحمص جاست بيرفكت، مع فيري جود كواليتي اوليف اويل. بتقعد بالتم، بتقعد بالزلعيم وبتحس اوكي بدي بعد، ديفينتلي بدي بعد. رح نكفي على المحمر، محمر جوز حر، قشرة الجوزة، الحر الخفيف خفيف خفيف بطريقة كتير سلسة، منا ملبدة، منا عاملة مثل الرمل المجمد على بعضه، very creamy and light، طعمة بتعقد. اللي حاطه براس من وقت ما بلشنا هو هيدا، تتخيلوا وين شفتوا black truffles بمطعم لبناني؟ ترتار مع تريف نوار black truffles. Oh my goodness. Oh my goodness. ما يكونوا الفنائية علموا الفرنساوية الترتار. رائعة. طعمة اللحمة بتعقل بتعقل بتعقل، فكرة فكرة جيدة كتير. كتير حبيت هول، دقيقة رح نوصل على الحمص، بس حبيت هول لأنه شفتهم كيف بيلفون جوا، شوكة فاتت فيهم بطريقة كتير سلسة. عن جديد. معمولين، طلعوا معمولين بطريقة مش كتير معبيين بس مش كتير فاضيين، في بقلبهم الزيت اللي عم بيروح وبيجي، رزيتهم سوبر مطبخين مظبوط، حموضة رائعة، أسدتي كتير قوية. أوكي بس فور لاست هوبولي. هيدي اون توست، حمص كافيار بتشهي، شكلها حلو. بدي خبركم وصل الاكل من ربع ساعه، صور بالتليفون، صور بالكاميرا، صور لريزا انستغرام، صور ليوتيوب، مش عم قادر نوقف. واذ بعد في صحون رح تجي بعد شوي. نو كومنت. حمصات العظيمين، القرش العظيمه، عندنا كافيار اللي بيرجع بيردكم على البحر شوي، برجع بذكركم بالاجواء اللي احنا فيهم. Exceptional. بابل
اجى على دبي وجايب اكل بعقد معه، اجى على دبي تفرجينا الثقافه وفرج العالم كلها سوا قافله اللبنانيه، بعد الصحون عم تجي، بعد الطاولات عم تتعبى، بعد الجنسيات عم بتفوت، موسيقى بتلعب بين لبناني وتلياني وفرنساوي وتركي وين ما كان. It's impressive. بعد فيه خلصنا البارد المقبلات and now comes the real stuff. قبل ما نبلش بدي اخبركم عن الصحون. ما في صحن مثل الثاني، تنقيتهم مظبوطة، مريت في عندكم ازازه، مريت عندكم صحن مربع، صحن مدور، وكلهم اذا انتبهتوا بالمطبخ كلهم في عليهم حراره فوقهم ليوصل الصحن سخن، ولا مره رح يوصلكم صحن مسقع. غير الصحون الديزاين، الديكور، اللوجو الجديد، وساعه الواحد بيقعد على الطاوله حسب كم صحن فيه، في بابل بي اي بي اي ال، عندن في هذا الصحن يلي هو اذا حدا جاي يقعد وحده يلي ما عليه حرف. بعدين بتخيلوا هيدي، شفتوا هيدا قديش حلوة قديه مرتبة. And then the masterpiece، عنا رافيولي، مش حيالة رافيولي، رافيولي شي شبرك. من بعد ما أكلنا من مقبلات المسقعة عبالي كفي هلأ ووصل شغلي ورا شغلي، بلش دوقكن وخبركن عن شو عم بيصير. كباب كرز، واو، سوبر تندر، سوبر تندر مع السويتنس والفوق الفستق الأصل المظبوط مع قرشة مظبوطة منه مطبوخ. لازم يروح دغري على دقيقة صمت، بيعملوا المتبل بلا توم. بتعرفوا قدي صار لي ما أكلت متبل؟ طعمة الشوي، طعمة البتنجان يلي مش علب، اوف. هيدي بتجي هيك، ما بدها غير معلقة، بتفك واحدة، بتنعمل لايف على الطاولة، ما بدها سكين. leg of lamb، رز مع لحمة، صوص على الوجه، الريحة اللي عم تطلع منها بتاخد العقل. القلوبات المكسرة، الرز اللي مطبوخ مظبوط ومسود شوي. اوف، this is so good. بدها بعد وحدة. This is so 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 good. رزات عظيمين، مفلفلين صح، لحم مفروم كتير 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 صغير، طعمتها عظيمة ما بتعلق. قرشة كاجو، nice sweetness. اللحمة، شو هاي، زبدة أو لحمة؟ perfume. oh my god. تأكد أنا مش حدا رح يأكل معي. وين بدي كفي؟ فلافل، بتخيلوا فلافل بلا توم. دريل ديل فلافل، كم مرة شفتوا لونها هيك؟ وبقلبها جواتها، جواتها فيها بصل مقلي. This is fine dining. الأكل اللبناني محل تاني. A different approach to Lebanese cuisine. بابل، بابل تبع لبنان، بابل 2009، بابل، بابل institution. ولا مرة شفنا مين وراها، مين اشتغلها، مين تعب عليها. دايما كانوا ديسكريت، بلشوا مظبوط مظبوط. لوكيشن كتير مهمة، اركيتكت كتير مهم، اكل كتير مهم، وغير المعادلات، وبلشت تكبر وتكبر وتكبر. اندن وصلت على البلد العربية. بابل ما بنعرف مين خلقها، صاحبي كتير يعني دوري بقول لك برافو، بقول لك من قلبي برافو. وكل هالشباب عم تشتغل من ورا، المانجر بكل محل، الستاف، المدراء، الكيتشنز، الشفية، اللي كلهم عم بيشتغلوا، اللي ولا حدا ترك أو فل، وكل واحد من قلبه عم يشتغل لهذا البراند يلي عن جد حطت الأكل اللبناني محل تاني. أنا ماني أكل هيك فلافل قبل، ماني عارف أنه معقول يكون فيه هيك فلافل قبل. عم بيكون تقربوا بس تشوفوا التفاصيل، تسمعوا قرشتها، لونها،
البصل مقلي جواتها تاخد العقل، وما فيها توم وما فيها بصل الا مقلي، طعمتها بتعقد. تعقد ترفل على الوجه. اوه ماي جودنس، برافو برافو برافو. اوه سويتنس القلب، برافو ا مليون تايمز. بابل از باك، بابل لبنان از باك، بابل لبنيز مانجمنت از باك، بابل رجع لاصحابه، بابل موجود تيفرجي لكل الناس هو مين. بابل ان شاء الله باوروبا، بابل بدبي، بابل بمول اوف ذا اميريتس، بابل ببيض وجه لبنان. نطرت 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 نطرت، بعتقد مثل ولد صغير يلي بيقولوا له اهله اذا اكلت منيح تجيك التحليه. اكلت كثير منيح، اكلت المقبلات المسقعه واكلت السخن، واجتني هي كلها سوا لالي. تعرفت على بابل من وراها، تعرفت على بابل من وراها بال 2009. عملت ضجه، عملت خضه، كثير ناس جربت تتقلدها وما حدا قدر. اسمها قشطه بالقشطه لانه فيها قشطه من فوق، فيها قشطه من تحت، فيها شويه عسل بالنص. هي وايت اون وايت، دبل دبل، قشطه على قشطه. بتعلق على الارض كل واحد بيعمل يوجا. السويتنس، الحلاوه، البوظه، التكستشر تبعها، نوعيتها، طعمتها، الطريقه اللي معموله فيها، الطريقه اللي محطوطه فيها بالفريزر، كي بتفوت مثل ما هي وبتقعد مثل ما هي. فيني كفي وكفي 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 وكفي، بس اكيد بعد فيها، بعد فيها هي يلي بتبلش بكسرتها من فوق. شوكليت، ريل شوكليت، موس شوكليت، كيك شوكليت، شوكليت على شوكليت، شغلة. اوه ماي جاد، ويت ويت ويت، موس شوكليت، دارك شوكليت، كريمي شوكليت. واو، ختامها مسك. اكسبيرينس رائعة، صور بتعقد، ولهون راجع كتير قريبا بهاليومين قبل ما فل على لبنان.